خمس نصايح عشان يبقى معايا فلوس واحقق مستوى الغنى ولا الثراء ولا عشان يبقى معايا فلوس وابتدي ان انا اتاجر فيها او اتاجر في تجارة واستثمار. اول نصيحة من خمسة، ادخر قبل ما تصرف. يعني ايه؟ جالك دخل، عارفين الدخل جالك اهو، عندك الظرف ايه اللي كنا شرحناه في حلقة الميزانية، الظرف رقم صفر، عندي دخلي 2000 جنيه مثلا، الظرف رقم صفر اشيل منهم 200 مثلا، ده هم 100 200 يعني اشيل 100 200، لا ده 20,000 خليهم يبقى 10، هشيل واحدة منهم احطها في ظرف اسمه ظرف رقم صفر. ادخار، ماليش دعوه بالظرف ده خالص، قبل ما بقى البنود بتاعت الصرف بقى والفواتير وما ادراكم من الفواتير. خلوا بالكم هنا لازم نفرق ما بين حاجتين، الرغبات والاحتياجات. الاحتياجات الحاجات الاساسيه ما اقدرش استغنى عنها، الاكل الشرب الملابس الحاجات الاساسيه، الفواتير الكهرباء المي الحاجات ما اقدرش استغنى عنها. اما الرغبات حاجات ممكن استغنى عنها، عارفين يقول لك ايه يسمى لايف ستايل برستيج بتاعي، الشركات بتحاول تصدرها لك اعلانات ليل ونهار وانت السلعه، انت السلعه ذات نفسك، هتحوش ازاي ولا تتدخر ازاي والحاجات دي، مش عارفه البس كوتش بايه وماركه ايه ما عايز اقول لكم اصلا اصحاب المشاريع والله تيشرت ب 20 جنيه ولا في دماغك، لكن انت ان شاء الله راح جايب لي ماركات وعامل وبتاع اللايف ستايل بقى يا جماعه. النصيحه الثانيه بعد ما تتدخر الظرف رقم صفر، حاول تعيش باقل من الدخل بتاعك. يعني انا دخلي ادي 2000 وشلت 200 ب 1800، هعيش ب 1500 ورستق نفسي على كده. طب الفرق اعمل بيه استثمارات واشغله وادور بقى الحاجه بقى عشان يوفر لك اكتر، وهنقول دلوقتي ازاي مش هسيبكم كده. تالت نصيحه، لازم اعرف الفرق ما بين الدخل السلبي والدخل النشط. الدخل السلبي وازاي ان انا ممكن منه اعمل شغل وشغل وشغل، والدخل النقد. الدخل النشط هو ايه؟ هو انت بتبذل في وقت مضروب في المجهود مضروب في راس المال، ده النشط، هشتغل وبعمل وفي راس مال ومجهود هيصه كبير وقت. طب الدخل السلبي لا، هو مجهود مضروب في راس المال مفيش وقت خالص. زي ايه؟ بشتري دهب وقيمته بتعلى، بخليه قيمته بتعلى، ادي الشريك كان العمله كانت النهارده بكذا عالي بعد سنه عالي، او انك تشتري سهم في شركه مثلا قيمته قد كده بعد سنه بتعلى، او تشتري ارض او بيت الحاجات اللي ما تخسرش دي، او سياره وتتاجر بيهم بعد كده تحصل على ثمنها، هبيعها احصل على ثمنها مضاعف، فيبقى جالي ثمن السياره ويبقى لي جمل ايه الثمن جديد عليها. او يقول لك ما تشتريش الاراضي والحاجات دي، حاجات لو هتشتري وتبيع، لو هتبيع يعني تشتري، لكن لو هتبيع اشتري بيهم حاجه تانية نفس القيمه ونفس الارض، او ااجر الشقه، او ااجر العربيه وبثمن الايجار هيجيب لي ثمن السياره اللي اشتريت بيها، وثمن السياره قائم عندي زي ما هو بل عليت. استحاله العربيه بتبقى نفس السعر، كانت ب 120 دلوقتي ب 350، بتضعف على طول، فانا باكسبت. ده اسمه الدخل السلبي. رابع نصيحه، نوع مصادر الدخل، خليش حاجة عندك بحاجة واحدة. لو أنا معايا جزء معين من المال نوع عن هنا وهنا وهنا وشوف أنهي ممكن أنت تاخد منه أكتر. خامس نصيحة، شوف شغفك فين في الشغل وابتدي، هتلاقي نفسك بتنجز وبتبدع وبتبقى زي الفل طالما ده شغل ودخلك بيزداد، طالما أنت حابب. عندنا نماذج ناجحة بأقل إمكانيات، عارفين كلنا بنت اللي خلصت الجامعة وما لقيتش حاجة فبقيت عملت سندوتشات وغلفتها بطريقة شيك جدا، حطيتها في ورق سيلفر وبتاع، وقفت عند الجامعات وعند الحاجات توزع السندوتشات. طبعا لازم رخصة ولازم بتاع وحاجات كتيرة كده، بس هي اتصرفت. أو الشاب اللي كان ماشي في بتاع خريج جامعة برضه وماشي لابس شيك جدا على فكرة، وقام جاي حاطط بتاع ده آيس كريم هو شايله وماشي بيه، والتاني اللي عمل غزل بنات، حاجات بسيطة بس أنا مش قاعد، كنت شغالة، مش قاعد محلك سر، قاعد بيجيب تمن قصته حتى تمن الحلقة، بيجيب تمن الكوتش اللي عايزه بدل لأم ماما، هات يا ماما، بابا هات يا بابا. 31 سنة وما فيش شغل، دي كارثة كبيرة. كل رجال الأعمال أقل الإمكانيات، ودي النصيحة اللي أنا قلتها لكم، أقل الإمكانيات عايشين بيها. إحنا هقول لكم النهاردة في الحلقة مقترح طبعًا لمصلحة الضرايب. والناس اللي عايزه تدفع ضرائب، اقول مصلحه الضرائب تفرض عليهم ايه، وهقول برضو كلمه للجوجه كلمه للجامعات الخيريه، لكن خلينا نقول مقترحات واخذ بالاسباب زي ما احنا متعودين.
ان انت وفر، اعمل الظرف رقم صفر، ابتدي شوف امكانيات، شغل الدخل السلبي، والدخل السلبي هيجيب زي ما قلت لكم الفكره اللي بتقول لك اصلا معيش فلوس اجيب عربيه. ما معكش فلوس تجيب عربية، ففي ناس بتاخد قرض حسن وبعدين يجيبوا فيأجروا فيجيبوا بالإيجار ثمن العربية، ويبقى أصل العربية موجود وبقى وضعف وهكذا. ده الجانب اللي هو الأسباب.